اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم لحلقه جديده من ووك ثرو لايدن رينج. معكم جيمي، يلا نبدا. بحلقه اليوم بدنا نطور الليفل ويبون تاعنا للماكسيمم ليفل، بدنا نجيب كل السميثينج ستونز اللي لازمه، وبس نخلص الحلقه ان شاء الله راح تاخذوا التروفي اللي اسمها جاد سلاينج ارمامنت، اللي هي تطور الويبون لاعلى ليفل. ايش بدنا نعمله؟ نركض هون، ينزل تحت. طبعا هاي المنطقة ما بتقدر توصلها إلا عن طريق الخطف، عشان نعرف إذا بتقدر، إذا لو وقعت هون بتموت أو لا. زي ما حكينا قبل هيك، نستخدم رينبو ستونز نرميها، إذا انكسر بكون أمان زي ما شايفين، ما انكسر فبنقدر ننزل من هون. طبعا أكيد راح تاكل دمج. لافا هيلر، لافا صعب تمشي فيها، فباك ستيب اسرع طريقة. ما ماشي هبلة شوي الطريقة، ولكن اسرع طريقة. لو قدام شوي في اش وفور راح ناخذها، حتخلينا نقدر نعمل هذا الموضوع، بس يعني باك ستيب اسرع. من هون اوعك تروح هناك، صحيح في لوت وفي شاينيز وكذا، بس في ماجما ورن، اوعك تروح هناك. بس نيجي نطلع هون في المصعد. المنطقة هاي حاليا لساتها اصعب، اعلى من ليفلنا. دمجنا راح يكون نوت باد، بس بالمقابل الدمج اللي حناكله راح يكون عالي. من هون نسانا من هذا الشب، ننط هون، بعدين ننط هون، هون 100% تمام، بعدين ننزل هون. في انا واحد هون ممكن انا نقتله، ناخذ سومبر 6، هي اول واحدة. اذا بدك تاخذ باقي اللوت بامكانك. من هون بدنا نرجع نطلع فوق، نطلع الدرج، نركب في المصعد هذا. بس يا زلمة بس، احنا طلعنا من هداك المصعد اللي هناك من تحت، وهذا بطلعنا لفوق. نيجي من هون. هلا في الاصل هذا المكان الفولكانو مانر انت المفروض هيك توصل له، عشان نقدر نوصل هذا المكان احنا بدنا نلف اللفة كلها. هلا بورجيكم من وين هذا الشخص، حرام خلوه عايش، هلا نقتله بعدين. لا تفوت جوا اوعك، لانه لو تفوت جوا راح تشغل بوس فايت. بدنا نعمله، بدنا نيجي هون نشغل شورت كت. الشورت كت هاي بتشغل كت سين، الكت سين راح ترفع لك هذا الجسر من تحت. انت مش لحقنا صح؟ ثانك يو. في الطبيعي هاي الشورت كات بتكون مش موجودة، فانت بدك تطلع من هذاك الباب، تلف اللفة كلياتها هيك تحت، وتطلع من محل ما جينا هناك عشان تشغل الشورت كات. الفكرة هون زي ما حكيت لكم، ما حدا يعمل ريست الا عند بون فاير واحدة بدنا نعملها، بدنا نوصل لها كمان شوي. هلا في هذاك اللوت بدنا ناخذه، عشان ناخذه بدنا نعمل بدنا ننط فعليا، بدنا نحاول نكون في الميديوم لود، في اللايت لود سوري، احنا هيك لايت لود. اللي بدنا نعمله تيجي هون، التريك اللي علمتكم اياه في الحلقه الماضيه، جمب هول دائره، اركض وجمب. هي اول وحده ما زبطت معي. جمب هول دائره جمب. هون مره ثانيه بدنا نعين على الحفه اللي كبالنا هناك، نفس الشيء، جمب هول دائره اركض وجمب. بليز ما تقتلني. اخذنا سومبر 7، من هون انتحر. في الحلقة الماضية علمتكم كيف ننخطف، في الحلقة هاي علمتكم كيف ننتحر. ليش انتحرنا؟ لأنه ما بدنا نعمل وورد، في عنا بس يعني كم من شغلة بسيطة ممكن ناخذها. ارجع البس الأرمر تاعك.
الشيد لو سمحت، لازم افضي التشيست. كل حلقه كل مره بقول بدي افضي التشيست ما بفضي. تمام، احنا عملناه قبل شوي، نطينا تنكمل طرينا من هون. زي ما حكيت احنا هاي المنطقه هون، هذا اللي احنا فيه هلا ما بنوصله غير غير من هاي الطريقه بس من هون. فكانوا واصلين واصلين، مش غلط نخلصها. زي ما انتم شايفين دمجنا نوت باد، بس الفكره الدمج اللي حناكله هو اللي راح يكون عالي شوي، فانتبهوا. هذول بامكانكم ما تقتلوهم. تمام، نكمل مشوارنا، نمشي هون. شغلات نحط الفانوس. هنا في كمان خفيش بامكانك تقتلهم، بامكانك تعمل زي تركهم بحالهم. من هون ننزل تحت، يعني نط هون، انتبهوا من النطات هاي، لانك لو واحدة عملت لها مس ما نطيتها راح تموت. حلزونات يعني بامكانك تقتلهم، بس يعني شو بدهم يعطوك 100 جريس، انا يعني مش داعي نضيع وقت. ننزل هون، ننزل هون، 100 رون عفوا مش 100 جريس، 100 رون. ننزل من هون كمان جمب، نيجي هون. حكيت لكم في جريس واحدة بس ممكن نعمل عندها هلا ريست وما يشتغل ردان، الجريس هي موجودة هون. هي فعليا الفولكانو مانر على حد علمي هي ما بتشغل ردان، على حد علمي، بس جاست ان كيس لانه المعلومة ما عندي اياها بالضبط، ما بدي اخذ اي جريس ثاني. سريع نعمل ريست، ننزل هون، نيجي هون. ناخذ سميثين فور، جمب جمب جمب. هون بناخذ كمان سميثين ستون، سميثين سكس، هناك. اوكي، هلا هون في عنا بوس فايت. هذا البوس فايت احتمال كتير كبير يكون صعب، احتمال كبير ما اقدر اقتله. البوس هو عبارة عن، شفتوا العرباية اللي خطفتنا وجبتنا هون، راح يكون في منها تنتين. بحكم الليفل وبحكم انه المنطقة هاي ليفلها عالي شوي وليفلنا اقل، احتمال كبير ما نقدر نقتلهم، بس احنا بدنا نعطيهم محاولة كونه صرنا واصلين. الفكرة فوكس واحد اقتله بعدين اقتل الثاني. جاهز احتياطاتنا كاملة، فوت يعني حاول استدرج واحد. بس حدا يمسكك ضلك اضرب الضربات كلها كانك بتضرب عشان تطلع. ما بين قوسين ماشي البوتنز. يا شباب يا شباب هيك بكون متت.
زي ما قلت لكم الفايت صعب شوي، مش لانه البوس صعب بس لانه دمجنا لسه الى هنا وهي واطي، دمجنا لسه طوال شوي. راح اعطيه كمان تجربه واحده عشان ما نطول الحلقه، اذا مات برافو عليك. كونه احنا هدفنا نطور الويبون تاعنا مش نقتل هدول. كمان تجربه زي ما حكيت لكم، اذا قدرنا نقتل واحد الفايت مسخره. سكيلتونز مره ثانيه، ماشي اربطن كل الضربات اللي بتضرب نزلك منها. خلصت المانا وانا مش شايف. اوكي راح ارجع له بعدين. راح ارجع له بعدين وانتقم، راح ننتقم منه بعدين. anyway احنا من هون اخذنا سومبر 6 واخذنا سميثينج 4. رح نعمل تيليبورت لكيلد، بدنا نيجي على الفرن جريت بريدج، من هون رح ناخد سومبر 9 واخدنا سومبر 7 كمان. من هون سهلة، ضلك رايح ويست هون رح تلاقي شايني بول، راح ناخذ سومبر 9 اوكي. هاي صار معنا سومبر 9. نرجع على التور، على البازل تور هاد. فان احنا فعليا بدنا نمشي باتجاه الماب من هون، نركض. اذا متذكرين هذا الطريق اعتقد في الفيديو رقم 4، اعتقد انه 4 حكيت لكم عن طريقه هون نعمل فيها فارم اللي هي عن طريق الطابه هاي، خليها توقع، بس توقع تشوفها وقعت تعطيك 1950 رون. هاي طريقه تفريم في البدايه هون، طول ما انت ماشي راح تطلع كمان وحده، فانتبهوا، حاول خليك على الشمال، حاول خليك فوق، اطلع هون مفروض ايها كونها ما وقعت فما رح ناخذ منها رونز، بس للمعلومات. اوكي نكمل طريقنا لون، رح نلاقي جريس ناخذها. المنطقة هاي اسمها دراغون بورون، هاي منطقة جدا صعبة، ما بصراحة انا مش قادر اميز شو الليفل اللي لازم اكون فيه عشان اوصلها هون. المنطقة كلياتها دراغونز، دباديب هدول خليهم عايشين، منطقة كلها دراغونز. الموبس العادية فيها دراغونز، يعني كيف الدبدوب هذا مرينا من جنبه حتلاقي فيه منه دراغونز. ايش بدك وقفت وراي؟ طبعا اذا كنت اسيبك بحالك انا يا سيدي. anyway كمل طريقنا من هون اتجاه الماركر، زي ما شايفين في دراغون، طول ما انت ماشي هتضلك تشوف دراجونز. حاول ما تضرب اشي، ما تبلش بحدا، دمجنا كتير واطي، هلفاتهم كتير عالية ودمجهم كتير عالي. هون البحيرة هاي فيها برضو اثنين دراجونز،
بس فيها لوت وانا طمع. دبل ستون سيبني بحالي بالله عليك. تمام كمل. هاي الماب ناخذ الماب. هون في عنا جريس ناخذها. جريس هيها هون. ميك شور انها نايت تايم لانه ما بدنا يطلع لنا نايت بوس. مورنينج تايم ياسر مورنينج. اوكي من هون بدنا نروح ناخذ سمبر 8. شايفين هذا التاور؟ هذا الديفاين تاور اوف كيلد اللي منه بناخذ الجريت رون تبع بوس المنطقه اللي هو قدام. راح يكون في عندنا شايني بول هيها هناك. هاي حتعطينا سمبر 8. واي من النوع اللي بيفقع فنتبو. اخذنا سمبر 8 صار معانا 8 و9 و7 و6. بدنا نروح هون في عندنا شات وفيه بياع وجريس. بدنا ناخذ الجريس. بدنا نحاول ما نعمل اجرو لاي مخلوق من المخلوقات اللي هون. الكلاب هاي عيونها حمراء. هلا بشكل عام في السولز جيمز اي موب اي شيء ماشي عينيه حمراء هذا يتضمن انه هيلثه اعلى ودمجه اعلى. بيجي معصب. اخ ابعد يا رجل. بكون معصب فدمجه اعلى وهيلثه اعلى واحتمال انك تموت عنده اكثر. واصلا بشكل عام الكلاب هون والمبسل في المنطقه هاي اصلا صعبين. ناخذ الجريس ريست على السريع عشان نطلع من الكومبات. الشاك هاد حاليا حاولوا ما تيجوا نايت تايم بسبب انه في نايت بوس بيطلع هون. بس للمعلومات هذا الزلمة في عنده ايتم كتير مهمة لازم نشتريها اللي هي بيست ريبيلنت تورتش. ما راح نستخدمها هلا بس مش غلط تخليها معك من هلا. في كمان شايني بول ويست سامع صوتها ايها. نون نروح ساوث ايست. في شغلتين بدنا نعملها. الشغله الاولى المنطقه هيك كونها كلها دراجونز ففيها دراجون كثير كبير اسمه ماذر دراجون. سميه ماذر دراجون زي كيف اللي حاضر جيم اوف ثرونز دينيريس تارجيريان مش كان ماذر اوف دراجونز فتقدر تسميها نفس الشيء. المهم هذا الدراجون موجود في الورد نايم بمجرد ما تضربه هيلثه كتير عالي كتير عالي. فاللي بدنا نعمله بدك تقتله. ما راح يعمل لك دمج ما دام تواقف في مكان سيف وما تسحب اي حدا تاني. المفروض انه ما يعمل لك دمج تكون في السيف سايد. الحلو في هذا الدراغون بس تقتله راح يعطيك 70,000 سول. ف 70,000 سول واحنا هلا موجودين في الليفل وفي المكان اللي احنا فيها هاي 70,000 سول هي تقريبا عن 4-5 ليفلز اعتقد. والاحلى من هيك او هي فعليا 3 ليفلز او نحن هلا تقريبا بال 20,000. في كمان ايتم اللي هي فاول فوت الجولد فاول فوت. هاي لو استخدمتها بس تقتل الدراجون راح تدوبل لك الايتمز اللي سوري راح تدوبل لك الرونز اللي راح تاخذها. فبدل 70,000 راح تاخذ 140,000 اللي يتضمن انك حتلفل 6 ليفل. كيف تعرف طريقه؟ شايف هذا السور؟ ضلك ماشي جنبه. احنا ماشيين ايست. هاي الدراجون يعني شايفينه هاي راسه شايفين ما اكبره. فالفكرة هذا راح يضله نايم اقتله. افضل طريقة اسرع طريقة فعليا اللي هي تحمل سلاحين فيهم بليد. ضلك طول راح ياخذ معك مثلا خمس دقائق وانت بس تضرب في الدراجون. انا ما راح اعمله هلا ما راح اضيع من الفيديو خمس دقائق وانا بورجيكم كيف بقتل دراجون عشان اورجيكم اني قوي مثلا. بس الفكره يعني
تركب عليه، تركب على التورنت، تروح عند الدراغون، اي مكان جهه الدراغون هون مثلا، واقف هون شايفين هذا كل دراغون كله بانشينج باد، تيجي توقف هون تضرب، شايفين هيلث قديش، ضلك تضرب. ليش عم بحكي لك بليد؟ لانه كل فتره البليد بروك راح يضرب معك وراح يضرب تقريبا 13000، شايفين هيلث 42 416 هيلث كثير عالي. طول ما انت واقف هون ما في حدا راح يجي عندك، شايفين هاي البليد بروك ضرب 13600 بس. يموت الدراغون او قبل ما يموت بثواني تيجي تستخدم هاي جولد بيكلد فاول فوت، هاي راح لمدة 3 دقائق راح تدوبلك الرونز اللي تاخدها، فلما تقتل هذا بيعطيك 70000، اذا استخدمتها قبل ما تقتله بضربة مثلا راح يعطيك 140000. هاي من وين بناخدها؟ هاي بنشتريها من باتشز اللي هو الام بي سي اللي كان موجود في الدنجن اللي هون اللي احنا ما قتلناه، سوري هون، بعدين اتحرك ولقيناه هون كان موجود جنب البوم فاير. هاي يا تشتريها منه، وبنفس الوقت برضه هو ببيع الكرافتنج الكوك بوك تاعه، برضه ببيع الكوك بوك هون برضه. احنا دمج نواطي بس كانوا واصلين في عنا هناك، شايفين الايتم اللي هناك فوق راس الكاركتر هاي الليجندري نحتاجها عشان واحدة من التروفيز، فكوننا موجودين هون مش غلط ناخذها ليجندري ترينكت ليجندري تاليزمان راح نحتاجها عشان التروفي تاعتنا، فكوننا واصلين مش غلط نعملها. المكان هون كله باتس، انا ما بنصح انك تضربهم او تيجي عندهم لسببين، السبب الاول حاليا دمجهم كثير عالي علينا، السبب الثاني انت ما راح تشوف من وين راح يجوا وراح يكون كله بويزن. السبب الثالث اللي جينا فيه هون ناخذ الديكتس ميداليا، هاي الميداليا اللي راح نحتاجها عشان نشغل المصعد اللي بودينا على الالتس بلاتو اللي هو موجود هون. اجين ما تستخدمها، احنا حاليا معانا منها القطعتين، معانا نصين الميداليا، وينهم؟ هون مش هون برضو هون معانا ديكتس رايت ومعانا ديكتس ليفت، اذا رحت على المصعد واستخدمتهم راح تنتقل على التس بلاتو والمنطقة هون راح تختلف وراح يكون من عندنا بس بوس فايت، فحاليا لا تستخدمها. اذا للي مش متذكر اخذنا القطعة الاولى من القلعة هاي من فورت هايت والقطعة الثانية اخذناها منهم نص الثاني. نمه ننزل هون، حاول خليك على الشمال لسبب انه في جوست راح يطلعوا هون، فبنحاول ما بنعمل لهم تريجر وما يطلعوا. في عنا لوت بعدين بدنا ننزل تحت. اللوت هون زي ما شايفين طلعوا. احنا سمبل المكان بدنا نروحه هذول كلهم صحيح، في احتمال انه نموت هلا بدنا ننط هون. قلت الفار شايفين المنطقة لسه كثير عالية علينا، اركض هون هيلب. كيف جيت عندي؟ يعني حابين يموتوا، اذا كنت حر طيب برافو. anyway نركض هون، في عنا فيران بس بدنا نسحبهم. نط تنام يوقع كمان واحد وقع. برافو اوكي غش على المكان. نط هون راح ناخذ التاليزمان رادغونز سكارسيل، هاي احنا معنا زيها بس معنا النسخه الاضعف منها،
راديغون سكار سيل وراديغون سور سيل، هاي نحتاجها عشان ناخذ الليجندري تاليزمان تروفي. فرق بيناتهم هاي بتزيد لك ثلاثات، هاي بتزيد لك خمسات. الدمج الزياده اللي تاخذه من هون 10% انكريز، من هون تاخذه 15% انكريز. بصراحه نوت وورث ات، شايفها كثير وورث ات انه يزيد الدمج منك ل 15%. هلا ممكن نستخدمها بس مش اكيد. نون نعمل تليبورت، خلصنا المكان. إذا متذكرين الـ NPC اللي عملنا معاك وسط الـ PvP أعطانا Pure Blood Knight's Medal، لنعمل لها يوز. Now it's the time to use it. راح يعمل لنا تليبورت على منطقة، هاي المنطقة فعلياً very late in the game، ليفلها كتير عالي، ليفلنا بالنسبة لها كتير واطي. بس من هون راح ناخد الـ Plus 10. هون بناخد الماب، اللي راح نعمله هناخد جولة سريعة نملوت المنطقة، مليان سميثينج ستونز، ما تضرب اشي، كون سريع عشان ما تاكل دمج. هدول بيعملوا سامون لا سكيلتونز، ضلك ماشي. السكيلتونز هاي ممكن حاليا تشيلك ون شوت. ناخد سميثينج 7 جولدن 12. اللي راح اعمله حاليا اي اشي بالماء راح اخده، نجي هون رون 13 سميثينج 8 كف اللي بعده. طبعا هاي المنطقة اكيد رح نرجع لها بعدين ورح نمشي فيها ونمسحها مظبوط، بس هلا هذا بدنا نعمله. من هون بناخد اركين سبيل، هاي كتير قوية كتير ممتازة، سوارم اوف فلايز، هاي بترمي زي ذبان على الانمي وبتعمل له بيلد اب. دمجها مش عالي بس البليد بيلد اب عالي. هاي ما بدنا اياها هلا، بنرجع لها بعدين لانه مش زي ما شايفين الناس عم تصحى. ابتعد عني، نيجي هون في كمان لوت ناخذه على السريع. كمان لوت فقد، في كمان سميثينج ستون اذا انا مش غلطان، سميثينج 8 بالضبط. هيروز روم، اوكي خلصنا اللفة. طبعا اللفة مش لازم تعملها بس لانه انا طماع بعملها، بس بنفس الوقت مش غلط لو عملتها لانه زي ما انتم شايفين كمية سميثينج ستون اللي اخذناها كبيرة. زائد هاي المنطقة هي فارمينج اريا فعليا، انت هون اي اشي من هذول بتقتله راح يعطيك 2000 جريس 2000 رون. يعني كتير ناس تيجي تعمل هون فارم سواء بنهاية الجيم أو بدايتها، هدول فعليا راح يضلوا نايمين. اللي راح يضربك فيهم اللي هم بس اللي راسهم أحمر، هم اللي راح يعملوا لك دمج فعليا. لو احنا ما خلصنا الكوست لاين احنا المفروض نيجي منهم. في عنا تليبورتال، هذا البورتال هيدن صعب تلاقيه، بس عشان توصل من هون بتبلش وتمشي الطريق اللي مشينا. الفكرة اللي احنا اخذنا استخدمنا الايتم عشانها، نروح نجيب البلس 10. هلا راح نروح نجيبها. استخدمت الايتم مرة ثانية لانه نسيت اخذ الجريس. هاي زي ما شايفين رجعت عملت لنا تليبورت. المفروض اللي كان اعمله اخذ اللوت من هون، اطلع فوق اشغل الجريس، بس انا نسيت اشغلها بس ما صار اشي. هاي الجريس شغلها. اللي بدنا نعمله هون بدنا نركض فقط لا غير، ارمح ما توقف، خذ اللوت زي ما بدك تعمل. اذا بدك الانيميز هون راح يعملوا لك بركضوا عليك بيفقعوا بيعملوا لك شويه بلاد دامج. احاول تكونوا طماعين زيي، خذوا اللوت كونوا واصلين واصلين. بعد اذنكم اسف ازعجكم. هذا الاشي سيبوه في حاله جنب. اخ تمام بدي اسيبك في حالك تضربني. ناخذ لوت نكمل طرينا.
معلش سوري سوري سوري. كملوا صلاة وكملوا عبادة، ناخذ لوت من هون. اوكي هلا، هون الدنيا كثير عتمة، فأفضل إشي نعمله نحمل تورتش. ارمح على قد ما الله يعطيك، ضلك اركض لا توقف. بدك تاخذ اللوت خده. الانيمز هون زي ما شايفين، الانيمز بيطلع من تحت الارض، وفي ات سام بوينت هون في ارمي اوف زومبي هون موجود تحت، في ولا 200 واحد موجودين. ناخذ اللورد لون. لورد لون على فكره كثير ممتازه، هاي بتعطيك 50,000 رون ان شاء الله تكون معنا. ناخذ الجلاف وورد هاي 9 عشان نطور ال، لحقنا يعني بيطلعوا من تحت الارض وبيلحقوك، والزومبيز هدلاك صعب يموتوا، يعني الموضوع تعجيزي. شغل جريس، خلص ارجع. برافو عليك. فيو اوكي، هون فعليا البوس تبع المنطقه، بوس يعني فايت كثير حلو. اذا بتحب تجرب بي ماي جيست، انا ما بنصح بالمره. هاي المصعد، طلع المصعد هون، طلع فوق قاتل البوس. بس يعني اكيد حكيت لكم هاي المنطقه يمكن الثالثه، يعني المنطقه مش قبل الاخيره، لا قبل يعني مثلا الرابعه من الاخير، الرابعه من الاخر اللي ممكن تفوت عليها. لف من ورا، بناخذ رون 13، نمشي من هون. اخ اخ اخ، شايفين الدمج هذا، بس بمجرد ما شافني. anyway الصندوق هذاك اللي فوق هو اللي فيه السومبر 10 اللي راح نستخدمه، بس بسيطه فداهم، كانوا مشغلين الجريس وامورنا منيحه. نفتح الصندوق. يا شباب طب معلش ناخذ السول. عصبيين. يعني الفكرة أنا باجي من ورا لأنه هذاك اللي واقف فوق جنب الصندوق نعمل له أجر، وإحنا فعليا بس نيجي هون. أوكي لو بعرف هيك من الأول عملنا هاي الحركة. هاي أخذنا الانشنت دراجون، نرجع هون. إيش يعني ماشي هيرن وديث رونز عم بعمل، ومع ذلك الموضوع موتر صراحة. ريست. اوكي من هون بنروح على الراوند تيبل، بنروح على البلاك سميث. طبعا يعني انا شرحت لكم الموضوع قبل هيك. الويبنز نوعين، في سبيشال وفي عادي. السبيشال راح يحتاج سومبر سميثينغ ستون، لو ما هدول سومبر سميثينغ ستون هدول للسبيشال ويبون زي السلاح اللي انا حاوله. السلاح العادي راح يحتاج سميثينغ ستون عاديه. فحاليا اي سبيشال ويبون انت بتقدر ترفعه لليفل 10، فانت هون اختار الويبون اللي انت حابه، اللي حاب البلاي ستايل تاعه، بناء عليه اعمل له ابجريد لماكس ليفل، لانه بدنا تقريبا بعد نص الجيم، لسه وقت كثير طويل حتى نقدر نحصل كمان واحده زي هاي. بس للمعلومات العامه، ففكر منيح، شوف شو الويبون بدك تستخدمه، البيلد اللي بدك تعمله عشان ما تضيعها هاي. بالنسبه للويبون العادي مع هدول اعتقد راح نقدر نعمله لبلس 13، يمكن 13 14، ومع ذلك برضه راح يكون اعلى بكثير من اي ليفل او اي ويبون لحدا ما مشي البلاي ثرو هاي. ف 13 14 لويبون عادي راح يكون تقريبا ممتاز. بهالمناسبه حاستخدم اللو، لا خليها
استخدم هيومن رون. هذا ايش بعطي؟ 12500. استخدم هيرو رون. هاي 30000. ممتاز. بدي اكافئ نفسي. بدي اكافئ نفسي. هاي الويبون تاعنا بلاد هاوند فانج هو ليفل 4. 5 6 7 8 9. لما تعمل هاي راح تاخذ التروفي جاد سلينج ارمامنت. وهيك بنكون جبنا تقريبا ثاني ثالث تروفي موجوده في الجيم. انا بالنسبه لي كمان في سلاح الهالبرد هذا استخدمه راح الفله. هذا زي ما شايفين هذا ويكون عادي راح استخدم له السميث ستون عادي. نشوف شو على ليفل ممكن نوصلها على الستونز اللي معانا. اوكي 11 بدي 1 4 نعمله 12 نوت باد. دمجه هيك صار توتال 211. اوكي راح اركب عليه اشو 4. شو اركب عليه؟ سيكريد مثلا؟ هو عليه سيكريد اوريدي. اوكي ممكن اركب الفروست ستون. هلا شوف شرحنا هذا الموضوع بالهيك. هذا الستاندرد هي دمج الطبيعي. لو كان هيفي الهيفي بيعمل سكيل مع السترينث، بس كونه انا حاليا ما بقدر احمله لانه بده سترينث 26. الدمج تاعه زي ما شايفين نازل 178، لازم ارفع السترينث تاعتي عشان هاي ترفع. فليتر اون راح احطه هيفي. كين هذا بيعمل سكيل مع الدكستريتي، شايفين انا الدكستريتي اي، لو حطيت له كين راح يصير بي، بس برضه الدمج قليل شوي. ليش؟ لسبب اني ما بقدر احمله بسبب السترينث تاعتي. الكواليتي فعليا هو البلد اللي انا قاعد بلعب فيه اللي هو السترينث والدكستريتي اضعف تقريبا اضعف بيناتهم 2 3. هذا هو راح يكون احسن شيء تقريبا ممكن اركبه عليه، بس مش حاليا لازم ارفع السترينث والدكستريتي اخليهم نفس الليفل تقريبا 40ات او 50ات عشان اخذ اعلى دمج. لو حطيت له كود زي ما شايفين دمج راح يقسم بالنص، راح يصير في عندي ماجيك دمج وراح يكون عندي فيزيكال دمج. فممكن احط له كود هلا نشوف شو كيف راح يكون معانا. كويس من هون نحكي لكم مبروك صار معاكم ماكس ليفل ويبون في بداية الجيم. لو بتلعب لو انت ماشي معاي في الجايد وغيرك مش ماشي معاي في الجايد اعتقد ما راح يحصل الويبون، اكيد بكون غش وراح يضر تاني لو كان معه. فلحد هون نحكي لكم مبروك على الويبون، مبروك على التروفي. كان معاكم جيمي، نشوفكم في الحلقة اللي جاية.